تسعى غرفة أبو ظبي من خلال تنظيم هذين الحدثين المرموقين بالشراكة مع شركة كونكت العالمية إلى المساهمة في تحقيق قفزات نوعية في مشاريع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات، تماشياً مع استراتيجية صنع في أبو ظبي ومشروع 300 مليار مبادرة أصنع في الإمارات، وذلك لتحفيز القطاع الصناعي وزيادة زخم التجارة الخارجية والاستثمارات المحلية في دولة الإمارات. ونتوجه بالدعوة للشركات المحلية والعالمية من قطاعي التصنيع والبناء للانضمام إلى هذا المحفل الهام والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة مع كبرى المؤسسات العالمية العريقة المشاركة ورصد آفاق المستقبل في مجالات التشييد والتصنيع والتكنولوجيا الحديثة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.